أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. هذا موعد جديد مع قراءة صحفية جديدة، نستعرض ونسلط خلالها الضوء على آخر ما تطالعنا به الصحافة المحلية الصادرة صباح الغد، فضلا عما جاءت به الصحافة العربية والعالمية الصادرة لهذا اليوم. فأهلا بحضراتكم. بدايتنا ستكون مع صحيفة أخبار اليوم التي تقول في صدر صفحتها: بدء التشغيل التجريبي لأنفاق قناة السويس. أما التفاصيل فتقول الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لافتتاح 4 أنفاق أسفل القناة خلال أيام، ويقوم الرئيس السيسي خلال أيام بإعطاء إشارة البدء لتشغيل أنفاق قناة السويس الأربعة الإسماعيلية وبورسعيد، كما يفتتح عددا من الكباري والجسور العائمة على قناة السويس. وقد شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة بدء التشغيل التجريبي للكباري العائمة التي تربط ضفتي القناة. وفيما يخص الأنفاق فإن العمل الآن جار بمداخل ومخارج النفق وما يضمه من مبان إدارية وخدمات وأنظمة تشغيل مختلفة، حيث يبلغ طول النفق الواحد نحو 2850 مترا ويصل إلى 3850 مترا، فيما تبلغ المسافة بين النفقين الشمالي والجنوبي 13 مترا، وتحوي الأنفاق ممرات طوارئ للأفراد. إلى صحيفة الشروق هذه المرة، والحديث عن التعاون العسكري المصري اليوناني القبرصي، إذ تقول الصحيفة إنه جرى الاتفاق على زيادة حجم التعاون العسكري المشترك بين البلدان الثلاثة. وقد اتفق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة مع وزيري دفاع اليونان وقبرص على تطوير التعاون في مجال التدريبات المشتركة بمشاركة قبرص في التدريب المصري اليوناني ميدوزا، فضلا عن تنفيذ تدريبات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ وتأمين الأهداف البحرية وبنية الطاقة وخطوط الملاحة. وفقا لبيان وزارة الدفاع الجمعة، فقد تم الاتفاق على تأسيس آلية ثلاثية للتعاون العسكري لزيادة التدريبات المشتركة للدول الثلاث في مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبية في العديد من المجالات. في التفاصيل أيضا أن كل هذه الاتفاقات جاءت خلال زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي لقبرص، حيث استعرض مع نظيريها القبرصي واليوناني التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط والأزمات والصراعات المسلحة، فضلا عن أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة وظاهرة الهجرة غير النظامية. وقد شدد الوزراء الثلاثة على أهمية المصالح المشتركة لكل البلدان ومطالب تأمين استثمارات الطاقة وخطوط الملاحة البحرية في شرق المتوسط. مثلما بدأنا، نعود إلى صحيفة أخبار اليوم التي تتحدث في صفحتها الأولى عن استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في فبراير المقبل. هذا الخبر الذي لازلنا نتابع أصداءه في هذه اللحظات. أما التفاصيل فتقول الصحيفة إن وزير الطيران المدني شريف فتحي أعلن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا مطلع فبراير المقبل. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون بشأن أمن المطارات تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، كان ذلك بطبيعة الحال مع وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف. يقول وزير الطيران: يعتبر أن الطيران بين موسكو والقاهرة سيكون مفتوحا اعتبارا من مطلع فبراير المقبل. يشير الوزير كذلك بحسب الصحيفة إلى أن روسيا ومصر تبحثان في أبريل المقبل مسألة استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين. نعود أيضا إلى صحيفة الشروق التي تتحدث في صفحتها الأولى عن ذات الموضوع والاهتمام حول عودة السياحة من جديد وعودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا. التفاصيل تقول إن روسيا تقول إن مطار القاهرة يلبي متطلبات أمن الطيران. وتقول نقلا عن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف إن أول رحلة طيران منتظمة بين موسكو والقاهرة يتوقع أن تكون في النصف الأول من فبراير المقبل. يضيف وزير الطيران وزير النقل الروسي بأنه يمكننا القول بثقة أنه في النصف الأول من فبراير، إذا لم تكن هناك أي تغيرات أو أحداث سلبية أخرى، فإنه سيتم استعادة الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين مصر وروسيا. يؤكد سوكولوف على أن مطار القاهرة يلبي جميع متطلبات أمن الطيران. إلى صحيفة اليوم السابع التي تهتم في هذا الإطار بمشروع تعليمي، تقول عن أن وزارة التربية والتعليم تعد مشروعا لقانون لتجريم الدروس الخصوصية. أما التفاصيل فتقول اليوم السابع أن وزارة التربية والتعليم الفني بدأت في وضع حلول جذرية من وجهة نظرها لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية،
حيث كشف الدكتور علاء عيد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعد مقترح مشروع قانون لتجريم أنشطة الدروس الخصوصية. يضيف أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لتوفير حملة من قوات الأمن بالأقسام الشرطية لتأمين عمل الضبطية القضائية أثناء أداء عملها بالمرور على المراكز وإغلاقها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء في المديريات والمحافظات المختلفة. أوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة بحسب الصحيفة بأن مقترح قانون تجريم الدروس الخصوصية سيشمل كافة المسؤولين عن ممارسة النشاط سواء عضو هيئة التدريس أو صاحب المنشأة أصلا، مشيرة إلى أن العقوبات الجنائية ستطبق إلى جانب العقوبات التأديبية والإدارية. تلفت إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ستبدأ العمل في مشروع القانون من الأسبوع المقبل مباشرة، فيما أوضحت مصادر بأن العقوبات ستكون مختلفة بحسب حجم الجرم، موضحة أنه سيتم تطبيقه فور الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية في الدولة. إلى صحيفة الدستور، نقلا عن القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبول، يتحدث عن تنفيذ 7440 وحدة سكنية في عمارات الأسمرات، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اجتماعا لمتابعة مشروعي الأسمرات 3 والمحروسة 1 و2 لتطوير المناطق العشوائية غير مخططة بالقاهرة. واستعرض الوزير والمحافظ نسبة تنفيذ البنايات والمباني الخدمية في مشروع الأسمرات 3، حيث يتم تنفيذ 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من طابق أرضي وتسعة طوابق متكررة، تحوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، إلى جانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 دور حضانة على مساحة 460 مترا لكل واحدة، فضلا عن 4 وحدات صحية بالمساحة ذاتها، وكذلك ساحة لانتظار السيارات تسع نحو 1000 سيارة، فضلا كذلك عن إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة. يشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بتنفيذ المباني الخدمية لدعم أهالي الأسمرات 1 و2، فضلا عن أهالي الأسمرات 3 عند تسكينهم مستقبلا. إلى اليوم 7 مجددا، تنقل عن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر قوله بأنه ليس من حق شركات الوزارة رفع العداد مع ارتفاع شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية من مطالبة شركات الكهرباء بسداد قيمة الفواتير المتراكمة دفعة واحدة أو رفع عداد الكهرباء. يؤكد وزير الكهرباء بحسب الصحيفة أن هذا الإجراء مخالف للائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. يشير كذلك إلى أنه من حق كل مواطن أن يقوم بتقسيط قيمة استهلاك الفواتير المتراكمة نتيجة أشهر عدة، وذلك يأتي لأن في ذلك قصور من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك. إلى صحيفة اليوم 7 في شأن قضائي، تقول إن وزارة العدل ترد على ادعاءات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان. أما التفاصيل فتقول إن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل انتهى من إعداد الجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية عن حال حقوق الإنسان في مصر، تمهيدا لرفعه إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لاتخاذ ما يلزم بشأنه وتقديمه للجهات الدولية عبر الطرق الدبلوماسية. تقول مصادر للصحيفة أن القاهرة ستقوم بتقديم تقريرها عن حقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي إحدى الهيئات التابعة للمنظمة الدولية، للرد على بعض الادعاءات بخصوص ملف حقوق الإنسان في مصر. صحيفة الدستور تتحدث عن لجنة العفو الرئاسية التي تقول إن اجتماعات جارية لإصدار القائمة الرابعة. وتقول التفاصيل نقلا عن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أنه يتم الآن الإعداد للقائمة الرابعة للشباب المفرج عنهم، لافتا إلى أن القائمة لم تنتهي حتى الآن ويتم تكثيف الجهود ومضاعفة الاجتماعات للانتهاء منها. يضيف أن اللجنة لا تزال تتلقى الأسماء من الجهات المعنية، ومنها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب والنقابات والمنظمات والهيئات المختلفة. إلى صحيفة اليوم 7 نعود، وتتحدث عن والد الشهيد الدرة. لصحيفة اليوم 7 تنقل عنه قوله أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللأزهر الشريف على موقفهما من القدس الشريف.
أما التفاصيل فتقول إن جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة الذي كان أيقونة نضال في وقت سابق مطلع هذه الألفية يقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية يثمن موقفهما الداعم للقضية الفلسطينية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس الشريف عاصمة لدولة الاحتلال. كما وجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على موقفه الذي يقول إن التاريخ سيشهد له لرفضه لقاء نائب الرئيس مايك بنس بعد القرار المشؤوم. يضيف والد الشهيد الدرة في تصريحات تنقلها اليوم السابع من الأراضي الفلسطينية المحتلة أن قرار ترامب أرعن وغير مقبول فلسطينيا وعربيا إسلاميا ومسيحيا بل وحتى دوليا. يوضح أن القرار لم يأتي بمحض الصدفة وإنما جاء بعد مرور 100 عام على وعد بلفور سيء السمعة والمشؤوم دوما. يؤكد جمال الدرة أن هذا القرار لن يمر على الفلسطينيين بصفة خاصة ولا على الأمة العربية بصفة عامة مرور الكرام، لأن القدس هي عاصمة لدولة فلسطينية تعنى بشؤونها الأمتين العربية والإسلامية وكذلك المسيحية. يوضح أن الانتفاضة الفلسطينية مستمرة ولن تتوقف ضد هذا الكيان المحتل. كان الشهيد محمد الدرة قد استشهد أمام كاميرات وسائل الإعلام العالمية إبان انتفاضة الأقصى المبارك في سبتمبر من عام 2001 بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه وهو بين أحضان والده. إلى أخبار اليوم هذه المرة الحديث عن أحد أهم الأيقونات المصرية حول العالم الفرعون صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. من جائزة لأخرى إذن يسعد النجم المصري واللاعب الدولي محمد صلاح جماهيره المنتشرة عبر العالم سواء في مصر أو الوطن العربي وبالتأكيد في القارة الأوروبية بعد فوزه الأسبوع الماضي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والتي تمنحها محطة البي بي سي. يتوج اليوم بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر متفوقا على نجوم من الطراز النادر. يتصدر صلاح كذلك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا أحرز منها 7 أهداف فقط خلال شهر نوفمبر. إلى الشروق نتحول والتي تتحدث عن اكتشاف نظام نجمي من 8 كواكب يشبه النظام الشمسي. أما التفاصيل فتقول إن وكالة ناسا الأمريكية للفضاء عثرت على نظام نجمي بعيد يشبه نظامنا الشمسي تشكل من 8 كواكب تدور حول نجم يسمى كيلر 90 مثل عدد الكواكب في مجموعتنا الشمسية. ويعد هذا أكبر عدد من العوالم يتم اكتشافه على الإطلاق في نظام كوكبي خارج نظامنا المعروف. ويعد هذا النظام أكبر وأكثر سخونة قليلا من شمسنا. وكان علماء الفلك يعرفون بالفعل وجود 7 كواكب تدور حوله، فيما أكد العلماء أن العالم المكتشف حديثا صغير بما يكفي ليكون صخريا. يقول كريستوفر شالو مهندس البرمجيات في شركة جوجل عملاق البحث الأمريكي الشهير والذي أسهم في هذا الاكتشاف، يقول إن الاكتشافات هذه تجعل من هذا النجم الأول الذي يستضيف أكبر عدد من الكواكب تماما كنظامنا الشمسي. استخدم المهندسون من جوجل نوعا من الذكاء الاصطناعي يسمى تعلم الآلة للعثور على الكواكب التي لم تصل إليها عمليات البحث السابقة. يستند هذا الكشف على معلومات رصدها تلسكوب الفضاء التابع لوكالة ناسا، ويقع النجم على مسافة نحو 2545 سنة ضوئية، لكن النظام الكوكبي الذي يدور حوله يشبه نظامنا الشمسي المعروف. الآن وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية. البداية برسم كاريكاتوري للفنان هاني شمس وكاريكاتير عن الدروس الخصوصية من صحيفة أخبار اليوم. إلى صحيفة الغد الأردنية والفنان ناصر الجعفري رسم كاريكاتوري عن قرار ترامب الأخير بشأن القدس الشريف وممارسات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة. إلى الموضوع ذاته ورسم كاريكاتوري آخر من صحيفة المصري اليوم بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الكيان بريشة الفنان أنور. شأن عربي هذه المرة آخر من صحيفة البيان الإماراتية رسم كاريكاتوري عن هزائم الحوثيين في اليمن بريشة الفنان عامر الزعيمي.
غير بعيد عن هذا الموضوع، رسم كاريكاتوري من صحيفة عكاظ السعودية بريشة الفنان سالم الهلالي عن تبني وتمويل إيران للميليشيات الحوثية في اليمن. عن شأن جامع هذه المرة صحيفة الشرق الأوسط، ورسم كاريكاتوري عن مواجهة الفساد بريشة الفنان أمجد رسمي. ما رأيكم الآن لو تحولنا إلى بورصة الصحف حسب ما تراءى لي صناع هذا البرنامج؟ في هذه الفقرة نستعرض سويا في هذه المرة أفضل عرض معلوماتي من صحيفة أر اليوم في الصحيفة عن العلاقات المصرية الروسية على مستوى العلاقات الدبلوماسية، وكذلك العلاقات العسكرية وآفاق التعاون بين القاهرة وموسكو. بعد هذا العرض الذي نال استحسان صناع هذا البرنامج نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من فقرات مانشيت. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مجددا. الآن نتوقف مع أبرز ما طلعتنا به الصحافة العربية والدولية فضلا عن المواقع الإلكترونية العالمية. البداية من الشرق الأوسط اللندنية، وشأن هذه المرة متعلق بمصر. الصحيفة تقول أن مصر باتت تحارب داعش بالتنمية كذلك في بئر العبد، وقد دفعت بشاعة الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة في إحدى القرى التابعة لبئر العبد في شمال سيناء الشهر الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 300 شهيد بينهم 27 طفلا. دفع الحكومة المصرية إلى التسريع في وتيرة تنفيذ الخطة التنموية في مناطق المحافظة التي ينشط فيها عناصر التنظيم الإرهابي، والذين نفذوا على مدار 5 سنوات عمليات مختلفة ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين، إضافة إلى عدد من أبناء القبائل. يبدو ذلك التوجه الرسمي، تقول الصحيفة، من قبل المسؤولين المصريين اختبارا حقيقيا لما يعرف بخطة محاربة الإرهاب بالتنمية الشاملة إلى جانب العمليات العسكرية والأمنية المتواصلة، خاصة أن تجربة تنمية المدينة التي شهدت مذبحة المصلين ستكون معيارا يقاس عليه مدى النجاح في ذلك التوجه الذي تسعى لتعميمه الدولة المصرية. نذهب إلى تصريح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يقول إن واشنطن لا تزال مفاوضا صادقا ونزيها. هذا التصريح لصحيفة لومون الفرنسية في مقابلة مع وزير الخارجية السعودية على هامش اجتماع دعم مجموعة 5 للساحل، والتي تم الإعلان فيها عن دعم مالي وعسكري من قبل المملكة العربية السعودية للقوى المناوئة للإرهابيين. وفي سؤال حول سبب الدعم المالي الذي تقدمه المملكة لدول الساحل 5، يقول الجبير إن مكافحة الإرهاب والتطرف وعدم التسامح مطلقا في هذا الموضوع تعتبر من أولويات المملكة العربية السعودية، وإنه لا يمكن هزم الإرهاب والتطرف دون العمل معا. يضيف الجبير أن تنظيم داعش الإرهابي تسلل إلى ليبيا وبوكو حرام في مالي وبعض دول إفريقيا، وتوجد كذلك بلدان ذات موارد متواضعة وأراض شاسعة يمكن فيها للإرهاب وللجريمة أن يزدهر إذا لم يتم العمل من قبل الدول الكبرى على إيقاف هذا الخطر. وفي سؤال آخر حول اعتراف الرئيس الأمريكي الأخير بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، رد الجبير على أن هذه الخطوة ستقوض جهود السلام وستضعف الثقة في عملية السلام داخل الشرق الأوسط، فضلا عن أنها خطوة تدعم الجماعات الداعية للإرهاب والتطرف في إيجاد حجج للقيام بعملياتها الإرهابية، وإن ما قام به ترامب، يقول الجبير، انتهاك لكل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الصحيفة وعادل الجبير لا تزال وسيطا في عملية السلام ممكنا جدا. نذهب إلى مجلة لوبا الفرنسية التي تنشر على غلافها صورة لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتعلق على ذلك بأن الأمير الذي يستطيع تغيير كل شيء.
إلى الديلي تيليجراف البريطانية التي تقول إن ثلث أسلحة تنظيم داعش مصنعة في الاتحاد الأوروبي. الصحيفة تقول إن أحدث التحقيقات التي تتم حاليا في معرفة كيفية حصول التنظيم الإرهابي على الأسلحة التي يستخدمها في المعارك التي يخوضها في العراق وسوريا توضح أن نحو ثلث هذه الأسلحة والذخائر صنعت في دول الاتحاد الأوروبي. تقول الصحيفة إن مقاتلي التنظيم اعتمدوا بشكل كبير على بنادق آلية وقاذفات ذخيرة وذخائر صنعت في دول كرومانيا والمجر وبلغاريا، وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخرا عن مركز بحوث تسليح الصراعات. يشير التقرير بحسب الديلي تيليجراف إلى أن المركز يعمل على البحث عن مصادر التسليح في الساحات الدولية للصراعات. وقد كشف في تقريره أيضا أن أكثر سلاح اعتمد عليه التنظيم كان السلاح الصيني. تضيف الصحيفة بحسب التقرير أيضا أن البحث اعتمد على تحليل مصدر أكثر من 40,000 قطعة سلاح وذخيرة تم استعادتها من مقاتلي التنظيم الإرهابي على مدى الأشهر الماضية، ليخلص إلى أن أغلب هذه الأسلحة حصل عليها مقاتلو التنظيم بعدما سمحت له فصائل معارضة أخرى كانت تحصل على دعم دولي. عن تمويل الإرهاب الحديث عن لعبة مزدوجة لشركة لافارج. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقا حول التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف شركة لافارج الفرنسية السويسرية للأسمنت حول الاتهامات الموجهة لعدد من مسؤولي الشركة بدفع مبالغ مالية كبيرة لجماعات إرهابية في سوريا من أجل استمرار عملها هناك. كتبت لوموند أن لافارج متهمة بعدم التعاون في التحقيقات حول مصنع الأسمنت في سوريا، وأعرب القضاة والمحققون عن أسفهم لأن الشركة بالرغم من تعاونها المعلن فالوثائق الأساسية لم تكن موجودة في المقر أثناء عملية الحجز التي قامت بها السلطات القضائية، وأن الشركة لا ترغب في تعاون كامل مع العدالة. كما أن المحققين لم يعثروا على بعض الملفات في قسم المحاسبة، إذ قام مسؤولو لافارج بتخريب الوثائق الورقية وأجهزة الحواسب الآلية التي قد تحمل دلالات على تعامل الشركة مع جماعات إرهابية في سوريا، حيث تقدر قيمة الأموال التي دفعتها لافارج ب15 مليون دولار، ومن بين هذه الجماعات التي استفادت من هذا الدعم المالي أو المقابل المالي كان تنظيم داعش الإرهابي. إلى الحياة اللندنية التي تتحدث عن مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية تجدد وعودا بخطة سلام، إذ لا تزال تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مستمرة. وفيما تستعد الدبلوماسية الفلسطينية مسلحة تقول الصحيفة بدعم عربي وإسلامي وأوروبي لطرح مشروع قرار قيد الإعداد في شأن القدس أمام مجلس الأمن، أعلنت واشنطن أنها بصدد إعداد خطة سلام، وأن الوضع النهائي في القدس تحدده المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي وقت تتم فيه الحديث عن مبادرة فرنسية بلجيكية ستطرح أمام القمة الأوروبية التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل. إلى يدعوت أحرنوت العبرية تقول إن استجوابا سابعا لرئيس وزراء دولة الاحتلال في قضايا فساد. ذكرت الصحيفة العبرية أنه سيتم استجواب رئيس وزراء حكومة الاحتلال للمرة السابعة في مسكنه بشأن قضيتي فساد والمعروفتين في الدولة العبرية بملقي القضية 1000 والقضية 2000. تقول الصحيفة إن نتنياهو سيستجوب في القضية 1000 والتي يشتبه فيها بتلقي هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، أما القضية 2000 والتي يشتبه فيها نتنياهو أيضا بإجراء محادثات مع مالك صحيفة يدعوت أحرنوت نفسه، حيث عرض عليه رشوة مقابل دعم تقدمه الصحيفة في حملة انتخابية سابقة. إلى الجارديان البريطانية والتي تحدثت عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا. جاء في الصحيفة هذه الزيارة بطبيعة الحال التي كانت في قاعدة حميميم قبل مجيء الرئيس الروسي بساعات إلى القاهرة. تقول الصحيفة إن بوتين سافر إلى سوريا ليعلن فوزه هناك وفي الشرق الأوسط على السواء، يثبت كذلك بأنه لاعب مهم في المنطقة. تضيف الصحيفة أن الرئيس الروسي خلال زيارته المفاجئة للقاعدة العسكرية الروسية على الساحل السوري أشاد بنظيره السوري بشار الأسد الذي استطاع البقاء في سدة الحكم جراء الدعم الروسي غير المحدود له. تضيف الصحيفة أن بوتين هنأ العسكريين خلال زيارته للقاعدة العسكرية بالقول أصدقائي أنتم عائدون إلى أرض الوطن وأنتم منتصرون. تشير الصحيفة إلى أن زيارة بوتين إلى سوريا تزامنت مع تردي أوضاع السوريين في غوطة دمشق الشرقية،
حيث يعيش مئات الآلاف من الأطفال هناك تحت حصار روسي يتضورون جوعا. قالت الصحيفة إن بوتين حريص على الحديث عن تحقيق النصر، لا سيما بعد أن أعلن نيته الترشح للرئاسة التي تجرى العام المقبل. كما أن إعادة الآلاف من جنوده إلى موطنهم يعود بالفائدة إلى رصيده السياسي بالطبع. تختتم الصحيفة القول بأن الرئيس الروسي عاد روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط برسوخ أقدام. إلى الساندي تايمز البريطانية أيضا تتحدث عن حملات ممنهجة للجيش البرمي لاغتصاب نساء الروهينجيا. تقول التفاصيل أنه في مقابلات أجرتها مراسلة الصحيفة كاثرين فيليب بعدد من النساء الروهينجيات واللواتي وافقنا على مشاركة قصصهن وبدأنا في سرد كيف كنا يتعرضن للعنف الجسدي من قبل الجيش البرمي برعاية الرهبان البوذي. والتقت الكاتبة بامرأة تدعى مانوارا في كوخ من الخيزران، أضحت تعتبره منزلها. تقول إن الكوخ لم يكن به مرايا لترى فيه مانوارا أثر عضة تحت حاجبها وأسفل عينيها، وهي العلامة التي تركها الجنود البورميون الذين تناوبوا على اغتصابها جماعيا أمام أعين زوجها. تضيف الكاتبة أن السيدة تحسست مكان الندية من قبل، وتقول إن ذلك ما يفعلونه بالنساء اللواتي يتم اغتصابهن. التقت المراسلة امرأة أخرى تدعى ديل، قالت إنها تعرضت للاغتصاب أمام ابنتيها الصغيرتين اللتين لم تدركا أصلا ما حدث. تقول إنها لم تذكر لزوجها الذي فر قبلها مع أحد أبنائها من القرية سوى أنها تعرضت للضرب العنيف من قبل الجنود البرمي. أضافت أن الجنود طعنوها في ظهرها عدة مرات، وقالت إنها لا تستطيع تذكر عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أمامها أو في منازلهن أو حتى في الأسواق وداخل المدارس. تضيف المراسلة أن لاجئي الروهينجيا لم يتمكنوا من جلب أغراضهم، لكنهم جلبوا معهم قصصا مروعة وبشعة عن إبادة جماعية وقتل وتدمير دفعهم جميعا للبحث عن أي ملاذ حتى ولو كان في بنغلاديش والمخاطرة بأرواحهم. تذكر أن التغطيات الصحفية لقصص معاناتهم لم تشمل في معظم الأحوال ما يبدو أنه حملة اغتصاب ممنهجة ضد نساء الروهينجيا من قبل الجيش البرمي برعاية الرهبان البوذي. مع الصحافة البريطانية لازلنا عودة إلى الجارديان التي تطالب قراءها ادعمنا ولو بجنيه استرليني. تطالب صحيفة الجارديان البريطانية من قرائها الدعم حتى ولو بجنيه استرليني واحد، ذلك لأن الصحيفة لا تطرح التمويل وتواجه أزمة تساقط إيرادات الإعلانات. تقول الصحيفة في تنويه ثابت أسفل كل موضوع منشور على موقعها الإلكتروني: نحن نطالب بالكثير، لكننا نطلب من الأشخاص الذين يقرؤون أخبارنا وتقاريرنا أكثر من أي وقت مضى بخدمة صغيرة. الجارديان صحيفة بريطانية عريقة تأسست عام 1821، حيث كانت تعرف باسم مانشستر جارديان حتى عام 1959. الطبعة الإلكترونية للصحيفة هي ثالث الصحف قراءة على المستوى العالمي، يقرأها أكثر من 30 مليون قارئ. لم تكن الجارديان هي الصحيفة الأولى التي تطلب دعم قرائها للحفاظ على استقلال سياستها التحريرية، سبقتها صحف أمريكية وأوروبية. من الصحافة البريطانية إلى الأمريكية ونيويورك تايمز التي تقول إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ليس مقدس وسط الوزارات الأخرى. تقول صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن وزارة الدفاع الأمريكية ليست مقدسة بحسب وصفها، ولا يمكن مقارنة ميزانياتها بميزانيات الوزارات الأخرى بالرغم من المخاطر الحقيقية ككوريا الشمالية وروسيا والصين والإرهابيين. كما أوضحت إدارة التحرير في الافتتاحية أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الأغلبية الجمهورية ينوي الاقتطاع من ميزانيات الصحة والأمان الاجتماعي، وذلك ضمن خطة هادفة إلى معادلة الناتج من التخفيضات الضريبية المقرر تطبيقها. وبرغم ذلك تبقى وزارة الدفاع الأمريكية مقدسة، من المقرر أن تتلقى أموالا أكثر في ميزانيتها. تبلغ هذه الميزانية التاريخية قرابة 700 مليار دولار، لكن وبحسب الصحيفة فإن البنتاغون يهدر بالفعل حوالي خمس الأموال التي يحصل عليها من دافع الضرائب الأمريكيين. تضيف أن الولايات المتحدة التي تواجه احتياجات ضرورية وتستحق الأولوية بالفعل أنفقت على الجيش مبالغ تفوق ما أنفقته مجتمعة الدول السبع التي تتبعها على قائمة الأكثر إنفاقا.
مع نيويورك تايمز لازلنا حيث تتحدث عن أن الجمهوريين يتهمون وزارة العدل الأمريكية بالتحيز ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب، إذ أشعلت رسائل نصية كتبها مسؤولان بمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI تحمل مضمونا يقولون إنه متحيز ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بان ترشحه للرئاسة لصالح المرشحة الديمقراطية السابقة في الانتخابات الماضية هيلاري كلينتون، حملة من الحزب الجمهوري ضد وزارة العدل الأمريكية والمحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات روبرت مولر. تقول الصحيفة إن الاتهامات بالتحيز التي أشعلتها الرسائل النصية من عميل FBI بيتر ستيرسوك ومحاميه، تقول إن ذلك أصبح مركزا للاهتمام عندما بدأ نائب المدعي العام الأمريكي الذي عين المستشار الخاص الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية روبرت مولر، عندما أدلى بشهادته أمام لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي. وقد وصفت الرسائل النصية التي تم تبادلها، وصفت ستيرسوك وبانج خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر من عام 2016 باحتمالية فوز ترامب بالمرعبة، كما تضمنت أن هيلاري كلينتون يجب أن تفوز. إلى نيويورك تايمز أيضا لازلنا نتحدث حول ما جرى في الانتخابات الأخيرة والمزاعم حول الانحيازات المتتالية من قبل بعض الصحف، وكذلك الحديث عن حتى وزير العدل الذي عين روبرت مولر، الحديث عن جيف سيشنز بأنه أكثر انحيازا ضد الرئيس الأمريكي. نعود مجددا إلى الصحافة البريطانية، هذه المرة من الاندبندنت، التي تتحدث عن أن عدد الأسر البريطانية المشردة تخطى 79,000. تكشف الصحيفة البريطانية عن زيادة عدد المشردين في بريطانيا خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط، بواقع 15,290 أسرة مشردة، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي أن عدد الأسر في المساكن المؤقتة ارتفع بنسبة 65% منذ عام 2010 وحتى الآن إلى 79,190 أسرة مشردة. تنقل الصحيفة البريطانية في سياق تقريرها بيانات للسلطات المحلية البريطانية تظهر أن المساكن المعروفة بالمساكن المؤقتة استضافت 15,290 أسرة بلا مأوى قانوني، وذلك في الفترة من الأول من يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر لهذا العام، أي بزيادة تقدر ب 6% عن 14,390 أسرة في الربع السابق من العام الحالي. تقول الاندبندنت بأن عدد الأسر المشردة في المساكن المؤقتة في بريطانيا بلغ أكثر من 79,000 أسرة خلال هذا العام، بارتفاع يقدر بنحو 6% مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة تقدر ب 65% عن عام 2010 والذي بلغت فيه عدد الأسر المشردة 48,000 أسرة أو أكثر قليلا. بالأسر المشردة إذن في بريطانيا، والحديث الذي يبدو غريبا وغريبا للغاية، نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه القراءة الصحفية في منشط. غدا يتجدد اللقاء بحول الله.